في جزئيه مهمه جدا كمان يا عدي، واذا احنا بنتكلم على الصفقات وان كلها اسلحه هجوميه، هل ممكن انا كمدير فني يبقى معايا الاسماء دي بس عشان انا غريب مش عارف، فمش عارف استخدمها؟ ممكن يبقى جزء بسيط هو بيتعرف على اللعيبه، لكن المفروض انك انت لما بتشوف احتياجاتك من التيم، انت عملت صفقات للجمهور وعملت صفقات تفيدك. يعني ايه صفقات للجمهور؟ يعني مثلا في اي وقت من الاوقات انك تروح تجيب لعيب تدفع فيه 6 مليون او 5 مليون دولار صعب جدا. يعني حسين لعيب هايل وهيفيد النادي الاهلي على المدى البعيد بشكل كبير جدا لما يحصل تاقلم ومستوى الفرقه الجماعي يعلى، لانه حسين من نوعيه لما الفرقه جماعيا تعلى هو هيعلى، لكن ما تحطش عليه هو كل حاجه. ايوه انت واخد بالك؟ ايوه ما كنتش هتقدر تعمل، لانه حسين طول الوقت مصر انه اهلاوي وانه عايز يجي وانه عرض وانه تنازل، فبقت صفقه جماهيريه، فانت جبتها عشان هي صفقه جماهيريه. يعني عشان كده بقول لك انه في صفقات كان لازم تتعمل عشان كده، وفي صفقه لازم تتعمل عشان انت محتاجها فعلا. بس الى الان برضو الاهلي كان محتاج صفقه، يعني جبنا في الخط الامامي كتير قوي. كان محتاج صفقه ايه، في نص الملعب ولا في الدفاع؟ بيعتبر انه جاب حمدي فتحي، وحمدي فتحي شبه ناس كتير، هو اضافه عدديه. يعني هو اضافه عدديه، ولكن ما انا بقول لك هو اضافه عدديه ماشي، ولعيب هايل ومجتهد وهيفيد، يعني ذكي ومخلص وكل حاجه، لكن انت كنت محتاج سيرد باك. انا كنت بفضل يعني انه تجيب سيرد باك اجنبي ومش افريقي. يعني انا دفعت في 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 رايت وينج او في لعيب نص ملعب 5 مليون دولار، انا بنص مليون دولار اجيب لعيب من اوروبا الشرقيه سيرد باك طويل حاجة رائعة يريحني بشكل كبير جدا، لأنه الأطوال مزعجة. أنت بتقول من الأماكن كمان. الأطوال طبعا. لا الأطوال مزعجة، شوف الجون اللي دخل النهاردة جون بسيط جدا، وما ما يعني هيتكرر بدائي. لا الجون اللي هو الكلاسيكي ده، لا ولا كلاسيكي، يعني الجون بدائي ما وهيتكرر، لان العنصر مش موجود. لعيب كويس على الارض هيبقى أنا كويس. النقطه دي شغله بالي يا كابتن، ده بقى لي فتره طويله جدا، هو اختفاء العنصر البشري الجسدي القوي اللي موجود في مصر من الحس الطول. مظبوط. يعني مش هتلاقي غير فعلي جبر، مش هتلاقي غير حجازي. مش دي انتوا بتقولوا عليها الانتقاء، صح كده؟ الانتقاء وانت وحظك هتلاقي حد بالكفاءه في المكان ده ولا مش هتلاقي. ليه بقى كل الامكانيات عندنا في مصر على مستوى خط الظهر عماله تنزل؟ لا هي بتيجي فترات، عماله تنزل. بتيجي فترات. يعني الانتقاء مهم جدا طبعا. انا واخد حجازي من من حيث لا يدري. لا والله. طبعا واخد واحد شوال والله. كان وزنه، كان شوال، كان وزنه. وراهنت الكابتن جوهري عليه، كنت جايبه من الاسماعيلي، كان قبل الكابتن جوهري الله يرحمه، قال لي ده يشم هوا يدخل. قلت له طب سيبهولي 6 شهور هيلعب مع سكوب. كنا احنا لسه منتخب اشبال، كنت جايبه من الاسماعيلي، شفته في ماتش في مدينه نصر الاسماعيلي بيلعب، لقيت حاجه بتتحرك، ثلاجه بتتحرك في ورا كده. قلت له لا، انا خدته بقى وعملت له برنامج جوه الاسماعيليه. لا طبعا بره المنتخب عملت له برنامج بره المنتخب. قناعاتك للدرجه دي بقت توصلك، لانه لقيت كورته تزوده حتى كمان جوه ناديه لحد طبعا زودته جوه ناديه، عارف استفاد منه ازاي.